رئيس جمعية تجار قطاع الغيار المستعملة بلابيراي حي النماء، وتشكر هذه مبادرة طيبة فرحوا لها جميع أرباب المحلات والساكنة. وبهذه المناسبة تنشكر السيد الباشا والسيد قائد المنطقة وعميد الشرطة ديال منطقة المسيرة ورئيس المنطقة الأمنية على هذه المجهودات اللي قاموا بها، ومجتمع المدني ساكنة حي البركة. وتنتمنى إن شاء الله هذه المبادرة تعمم جميع المنطقة ديال المسيرة، وداك باش تكون المنطقة ديالنا إن شاء الله حتى هي تنمى، ويلقاو المواطنين ويمشيو في ارتياحية في الشوارع وما نشوفوش هذه الفوضى اللي كاينة. مرة أخرى تنجدد تحية للجميع اللي قام بهذه المبادرة، لا الصحافة ولا السلطات المحلية ولا رجال الأمن، ونتمنوا إن شاء الله هذا الشيء يكون دائم. وتنوجه واحد الرسالة لجميع أرباب المحلات أنهم باش يرحبوا بهذه الفكرة، لأن هذا الشيء مصلحتهم باش الزبناء يجيو ويدوروا في ذاك لافاري بالارتاحية وتحرك لهم التجارة، لأن الأغلبية الآن الحمد لله كانوا واقفين معنا رحبوا بهذه الفكرة. ومرة أخرى نتمنوا إن شاء الله هذه الحملات تعمم مدينة فاس بأكملها. النظافة مزيانة. النظافة مزيانة، غزة جيب بربرطة حطها، جيب الزبل حطها، جيب حدا. هذه النظافة راه مزيانة. كل شيء مزيان. مزيانة. السلطات كتقوم بالدور ديالها ديال النظافة. ديال الحي العمومي. أي الملك العمومي والحي العمومي، ما خصش يكون هذا الشيء هكذا. نعم. هذا الشيء اللي كاين. سيدي الله يجازيهم بخير، الله يجازيهم بخير. زعما هذه مبادرة طيبة. وكنت نتمنى من عبد الله ما عادش يتكررش. اللي وقع راه كارثه، هذا الشيء اللي تيجمع جميع المصايب هنايا، ها الكلاب ها المصايب الكحلاب. نعم، واش ما تيبشرش بالخير. نعم. اللي بغيت غير يدوز ما تلقى فين يدوز. نعم. وطلب من عند الله هذا الشيء يستمر. نعم. ماشي تكون غير حمله هذا. نعم، ولكن هذا الشيء غير ماشي غير تكون حمله عاوتاني دوز مده ويرجع هذا الشيء كما كان. راه هذا هو الاهم. نعم. فهمتيني؟ نعم. هذا هو الاهم اللي كاين. الله يجازيهم بخير.